قلت انه في قوى اقليميه بتدعم الاثنين مرشحين اوغلو واردوغان، تمام؟ نعم. ممكن معلش نقول للقوى الاقليميه اللي بتدعم اوغلو مين واللي بتدعم اردوغان مين؟ اللي بيدعم أردوغان روسيا، لأن الرئيس الروسي يرى في أردوغان أنه حريص على التوجه شرقا، حريص على علاقات طيبة مع روسيا على الصعيد الاقتصادي والعسكري، بدليل أنه أبرم معها صفقات اس 400 الصاروخية، واتكلم في صفقات خاصة بالميج 35 والسخوي 29، وكان اعتماد أردوغان الأساسي على الطاقة من روسيا بنسبة 50%، الغاز يأتي من روسيا. روسيا 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 أدعمت طبقا لكلام حضرتك أردوغان، من القوى الإقليمية التي أدعمت أوغلو؟ هي قوة دولية، الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، والحقيقة كان في أكثر من تصريح، وكان في لقاء مع سفراء الولايات المتحدة ودول أوروبية بأوغلو، وخرجت تصريحات تؤكد أنهم يريدون شخصا آخر غير أردوغان، لأنه يعني ارتمى في أحضان روسيا وبدأ يبتعد عن الناتو والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وكما أنه أيضا سجله في الديمقراطية والحريات بدأ يتراجع، لذلك كانوا يفضلون كليشدار أوغلو. طيب، في 5.25% راحوا لسنان أوغان، التركيبة الصوتية دي هتروح لمين في تقديرك؟ طبعا الجولة الأولى كانت ساخنة، فبالتأكيد إنه الجولة الثانية هتكون أشد سخونة. حضرتك سألت سؤال مهم جدا، لأنه سنان أوغان ما كانش حد بيعبره، ما كانش حد بيركز معاه، كله كان بيتكلم على أردوغان وكليشدار أوغلو باعتبارهم أقوى المرشحين واللي بيحصدوا أصوات أكبر، لكن ظهرت أهمية سنان أوغان باعتباره صانع الملوك بالخمسة أو الستة في المية اللي معاه، لأنه السؤال المطروح في الجولة القادمة لن يكون هناك سنان أوغان، فإلى من تذهب هذه الأصوات الفارقة؟ ده سؤالي لحضرتك. لأنه ما كانش سنان أوغان، لو ما كانش سنان أوغان حصل على 6% دي كانت هتتوزع ما بين أردوغان وكليشدار أوغلو، كان لو أردوغان أخذ 1.5% منها فقط كان عمل 51 وعدى وانتهى الموضوع. بالزبط. حتى لو أخذ كليشدار أوغلو 4% برضه أردوغان هيبقى متقدم ويبقى خلص الانتخابات، فبالتالي رغم إن مهتم أعرف رأي حضرتك هذه الأصوات هتروح لمين في الجولة الثانية؟ علشان نجاوب على السؤال ده لازم نقول الاتجاه بتاع سنان أوغان كان ايه اصلا. سنان أوغان قومي، كان ضمن الحزب القومي، حزب الحركة القومية، اللي هو متحالف مع أردوغان اصلا، لكنه انشق عنه وكون الحزب بتاعه، وبالتالي هذه الأصوات مرجح ان يستطيع دولة بهشلي اللي هو رئيس الحزب الحركة القومية المتحالف مع أردوغان ان يقنع سنان أوغان بأن يوجه هذه الكتلة التصويتية لمصلحة تحالف أردوغان، خصوصا وإنه معاه حزب الحركة القومية. في اعتقاد آخر بأنه ممكن هؤلاء كانوا يرفضون أصلا أردوغان بدليل أن الرجل ترشح وله مؤيدون، أنه ممكن تتوزع ما بين أردوغان وما بين كليشدار أوغلو، لكن هذه الكمية من الأصوات لو خرج منها 2 أو 3% راحوا